سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير صحتكم بخير. اليوم حنديروا هذا الكاطو اللي بزاف بنين، سميتو سنيكرز الجوزيه. بزاف بنين هذا الكاطو، لازم تجربوه. واحد البنه فيه، واش نقولكم، كي تجربوه ابعثوا لي تطبيقاتكم وقولوا لي رايكم فيه. نبدا وصفتنا مع بعض مع هذه الوصفه المعلكه البنينه اللي بزاف هايله. تسحقوا 400 غرام تاع شوكولا سوداء، انا نديرها 300 سوداء وواحده بالحليب، وتسحقوا 230 غرام تاع زبده. وهنايا خديت نص كاس، اي كاس تاعكم تعبروا به فارينه، وربع كاس كاكاو. عندكم كاس تاع سكر بني، كاس غير ربع تاع سكر عادي، 5 حبات بيض. هنا نحط الكاس غير ربع تاعي تاع السكر ونزيد له الكاس تاع السكر بني. السكر بني يمد لكم نتيجه مليحه، ولا ما كانش عندكم سكر بني ديروا سكر عادي. هنايا منسحقو ني بيتران لي باتور، اي وحده تقدر ديرو. وشنو البيض روحو له غير بالعقل باش ندوبو به هداك السكر. شوفوا نبداو نديرو بالحبه، تولي عندنا شغل اون كريم، وندرب بالفوي، ندرب مليح بالفوي، وكل مره نزيد حبه حبه حتى نكمل 5 حبات دياولي. راني مستعمله خطر ناس نيوه ديالي كبيره، السكر ما راهوش كميه كبيره، خطر عندنا شوكولا نواغ وعندنا الكاكاو، انتبهوا مليح. والبراونيز يجي بالشوكولا نواغ. هنا دوبت هذيك 400 غرام تاع شوكولا ومعاها 230 غرام تاع زبده. شوفوا هي الشوكولا نورمالمون ندير 400 نواغ، انا درت 300 غرام شوكولا نواغ و100 غرام شوكولا بالحليب، بصح هي ب 400 غرام تجي نورمالمون شوكولا نواغ. البراونيز ما يجيش بشوكولا اولي وحدها. هنا كي دابت لي هذيك الشوكولا دوبتها مع الزبده باش ما تحرقش الزبده وكان دوبها وحدها بزاف ولا الشوكولا، خلطتهم مع بعض دوبتهم اللي هما 400 غرام شوكولا اللي نعاود سوداء. انا درت 300 سوداء وواحده بالحليب 100 غرام و230 غرام تاع زبده. كي دابولي ضفتهم على الخليط السكر ديالنا اللي هو سكر بني كاس، كاس غير ربع تاع السكر عادي، وعندكم 5 حبات بيض. هنا كي نخلط كلش مع بعض نضيف نص الكاس تاع الفرينه تاعي اللي نكون غربلته من قبل، وربع كاس تاع كاكاو. هنا كي نستعملوا الشوكولا السوداء السكر كميه عاديه، ولازم نستعملوا هكا في البراوني، لازم خاطر البراوني ما يجيش بشوكولا عاديه. راني قلت لكم واحد البنه واش نقول لكم، وتقدروا تعوضوا السكر البني بالسكر العادي، بصح السكر البني يبقى عنده بنه هايله. شوفوا السكر البني تقدروا تشرو باكي وتخلوه ديروه في اون بواط وخبوه، تخدموا به غير هكا وصفات، خطر بزاف بنين. في حاجه تاع كراميليزي تحقوه زعما باش ديروه من الفوق في كاش فلفلوني، نديروه من الفوق كراميليزي، المهم بنه بزاف هايله. دونك كي نخلط مليح الخليط ديالي نجيب السنيوه ديالي اللي هي 30 على 40، 30 على 40. الا استعملتوا السنيوه صغير على ديالي تقسموا الكميه، اسمعوني مليحه، الا درتو مثلا 20 على 30 اقسموا، انا ديالي 40 على 30. الا درتو سنيوه تاعكم 20 على 20 قصدي، انا سنيوه ديالي 40 على 30. ندخلوه يطيب 8 دقائق، 8 دقائق ما يزيدش. هنا البراونيز ديالي ما نسحقوش عالي، الحاجه الاولى اذا حبيتوه عالي صغروا شويه سنيوه، اسمعوني مليحه خاطر سنيوه ديالي كبيره. وهنايا خرج لي، وهنايا خرجت لي 50 حبه هاد الكميه، ولازم العلو ديالو نسحقوه هكا ما نسحقوش عالي. راني قلت لكم اذا حبيتوه نتوما مثلا عالي، الناس يتخدموا في المشاريع صح هو بزاف بنين، بصح صغروا شويه السنيوه ديالكم باش يجيكم عالي، خاطر دوك تشوفوا انا واش خدمت هذيك هي العلو ديالو، يعني متوسط مليح. نطيبوه غير 8 دقائق، بالك وبالك والبراوني ما يحبش يبس باش يجيكم معلك ومشمخ من الديجي، شغل شهيتكم على بالي. هنايا عندي لاموس تاع الجوزيه، شوفوا لاموس تاع الجوزيه ما عاودتش خطر نديرتها 1000 مره في الوصفات. دونك هنايا راه يخرج لكم فيديو الفوق تاع سيجار تاع الجوزيه، ادخلوا في نصف الفيديو تشوفوا وصفه الجوزيه، لاموس تاع الجوزيه بنه رهيبه لاموس تاع الجوزيه. صافي ما حبيتش نطول لكم الفيديو، بزاف بزاف خدمت معكم لاموس تاع الجوزيه. هنا خديت كراميل، تحبوا كراميل بيغ سالي، تحبوا اي كراميل، المهم خذوا، ولا هذيك اللي تتبع الكابريس هذيك خذوها شويه ثقيله باش ما تسيح لكمش. ديروا هكا طبقه، ومن بعد نديروا الطبقه تاع لاموس تاع الجوزيه. قلت لكم اكتبوا غير سيجار غاتو بيلا
يخرج لكم، راهو بلا موس تاع الجوزيه يجيكم هو الاول، وراني حطيته لكم هنا الفوق ونزيد نخليه لكم في اخر الفيديو. في نصف الفيديو دخلوا جوست، تروحوا النص تاع الفيديو كي يبدا الفيديو، روحوا النص ديالو تصيبوا وصفه تاع لا موس تاع الجوزيه، بزاف هايله وبنينه بزاف. وهنايا الحلاوه حتكون متعادله، هذيك شوكولا تقتل كامل هذاك السكر اللي كاين. لو كان نقصوا حاجه من هذه الوصفه حتجينا صامطه، ومن بعد تبقى على حسابكم. انايا بالنسبه ليا ما جاش حلو، على بالكم بلي انا ما نحبش الحلاوه بزاف. هنايا راني درت لهم هكا، انا ندخلهم شويه للفريجيدار. شوفوا ندير لهم الجوز زوج حبات هكا وندخلهم للفريجيدار. الوصفه جايه هكا، اللي حبي يبدل الجوز، الجوز اصلا ماهوش غالي بزاف، اللي حبي يبدل الجوز بالكاوكاو يقدر يبدل، بصح تجيكم بزاف بنينه بالجوز. حطوا هكا زوج حبات كاملين ودخلوهم شويه للفريجيدار مده نص ساعه، ومن بعد تبداو تكلاصيوهم ماشي للكونجيلاتور، للفريجيدار باش ما يترتقولكمش، ومن بعد شغل يتفزروا لكم. على بها كي تكون حاجه في الكونجيلاتور تجبدوها ديراكتومون تكلاصيوها شغل تترتق، على بها حاجه كي تكون في الكونجيلاتور خرجوها وخلوها تريح باش تكلاصيو. انا لا درتو في الفريجيدار باش نقول لكم من التحت ماشي من الفوق، خليتهم يريحوا شويه. ومن بعد هنا ذوبت شوكولا، درت لها كميه تاع الزيت، خفوها قد ما تقدروا، ماشي تخفوها تخفوها، مي باطا تاع شوكولا تاع 250 تقدروا ديروا لها حتى 4 مغارف تاع زيت تاع اكل هكا باش تعرفوا. وهنا نبدا نكلاصي فيهم ونبعدهم على بعضهم باش ما يجونيش فيهم الزوائد، وحده مور وحده حتى نكملهم. قلت لكم واحد البنه لاموس تاع الجوزيه، على بالي بلي حتسقسوني هذا السؤال، غير قابله للفساد، كل حاجه فيها معقمه. خاطر نطيب واحد السير رو معقم ما تفسد لكمش، مادام راهي مغطيتها الشوكولا يريح لكم شهر ما يصرى له والو. والنصيحه اللي نقول فيها ونعاود، البغاوني ديالكم ما تطيبوهش بزاف، غير تشوفوه دار هذاك الزلزال، هذوك التشققات من الفوق خرجوه خلاص، معناتها راهو طايب. هو لازم يجي هكاك معلك ومشمخ، ما فيهش كميه كبيره تاع فارينه. ان شاء الله نكون قدمت كاع النصائح اللازمه. اكلاصيوهم حبه مور حبه، تمتمي ينشفوا لكم، ما يجوكونش فيهم هذوك الزوائد. انا كي جيت نكلاصي دقيقه الاخرى ما صبتش بابي كويسون، اي لازم نكمل الفيديو، حطيت ورق شف، درت هذاك ساشي شفاف. هنا هذيك الكاطو ديالنا، ان شاء الله نكون خفيفه عليكم، ما طولت عليكم بزاف ووصلت لكم جميع المعلومات اللازمه. شوفوا شحال يجوكم شابين ويجوكم بزاف بنان، قطعتهم بهذاك بورت بياس المستطيل، يجوكم كاع يعني قيس واحد، بنه هايله بزاف. غنقسم معكم الحبه، نوري لكم القوام ديالها والكريمه هذه كيفاش تجي لداخل ديك لاموس تاع الجوزيه، تجيكم بزاف بنينه مع الكراميل. واش نقول لكم، بنه رهيبه بزاف بنين، جربوه للعيد يخرج لكم كميه كبيره ويبقى مدة طويلة. ويعني البنة على ضمانتي كيما العادة، اسناوني ان شاء الله في وصفات واحد اخرين، نزيدو وصفة ولا زوج ان شاء الله للعيد. وما عليا غنقول لكم تهلاو في روحكم وقولوا لي نتوما واش درتو كاطو. انا مازال ما درت والو، ما درت حتى كاطو للعيد الكبير. قولوا لي نتوما في لي كومونتير، يلا جاوبوني وقولوا لي واش درتو حلويات للعيد الكبير، على بالي بلي ما تكتروش بزاف. وان شاء الله حندير لكم وصفه اقتصاديه مور هذه الوصفه ان شاء الله. مع السلامه، باي باي.